طول النهار والليل بنتكلم عن التغيير، كل يوم بنسأل إمتى الناس هتتغير، كل ساعة بنحلم بعصاية سحرية تغير شكل الكون من حوالينا وإحنا قاعدين. نسينا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، رغم إنها الآية اللي كل ما حد يتكلم عن التغيير أو سوء الوضع يروح حد مجاوبه بيها فوراً وبلا تفكير، وكأن التغيير غيري، وكأن التغيير مش أنا، وكأن التغيير مش إحنا اللي بيبتدي بأنا. بالطبع بنتكلم عن التغيير الإيجابي مش السلبي، التغيير اللي ياخدني لقدام ما يرجعش الورا، التغيير اللي يبني ما يهدش، التغيير القائم على العقل والقلب، على المادة والروح، من غير ما يطغى واحد على التاني. الأنبياء قادوا التغيير في مجتمعات رفضاه ومعادياه وخايفة منه، خايفة على مصالحها ومكاسبها ومكانتها، وكانت المعجزات سند ليهم في رسالتهم، طوفان نوح، بحر موسى، ميلاد المسيح عيسى، إلا ابن عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام التغيير معاه بدأ بإقرأ إيزاناً ببزوغ العقل وقيادته للتغيير ونهاية للمعجزات. من يومها قاد التغيير مفكرين وعلماء أبدعوا بمنطق: لو استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أيوة، إحنا محتاجين العقل نفكر بيه ونشوف طريقنا، محتاجين يقين إقرأ نغير بيه واقعنا، ومحدش يقول الطريق طويل صعب ومين هيمشي فيه. كل النماذج اللي بتسمع عنها بدأت أول خطوة في مشوار الألف ميل وبعدها جت بقية الخطوات، ما تسألش ليه وإزاي، بس تيقن واصدق النية، نية التغيير للخير ليك وللي حواليك ولبلادك، وسيب الفعل لربنا. وافتكر إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصروا الله مش النفس، مش الجماعة، مش التنظيم. أيوة، ابدأ بإخلاص وجدية وتيقن وإيمان على قدرتك إنك تحقق الخير. هتلاقي في سكتك سلالم ربانية مش بتاعتك وما تعرفش جات منين بتساعدك.